صحتي في مكلتي اليوم ضيف ديانا اللي منورنا في هذا الجمعة هذه هو الفريز. الفريز أو التوت البري هو نوع من أنواع الفواكه الموسمية اللي موجودة في السوق الآن وممكن تكون على مدار السنة. هنا كيتطرح السؤال، علاش؟ كيفاش ناخدو الفريز؟ شنو هي المزايا والفوائد ديالو؟ كيفاش نستهلكوه؟ شكون اللي خاصو يكثر منه؟ شكون خاصو يقلل منه؟ الجواب مع ضيفي العزيز دكتور هشام فنيش، اخصائي في التوازن الغذائي والطب الطبيعي بالرباط. صباح الخير دكتور. صباح النور. لا لا، كي صبحتو؟ الله يبارك فيك، مع البركه وليد. لا كل شيء مزيان الحمد لله. الله يبارك فيك. ضيفنا اليوم وضيفك هو الفريز. الفريز، التوت البري. التوت البري، الفريز. الفريز اللي معروف بزاف به، حتى هو قوي بالفيتامين سي. احنا كنشوفوا سبحان الله الاسبوع كله مشى. لا 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 لا، الفواكه كلها قويه بالفيتامين سي. شونجمون دو كليما باش تقريبا فوالا سبحان الله. دونك قوي بزاف بالفيتامين سي، داكشي علاش كنتكلموا عليه. كي قوي المناعه، كي صلاح بزاف الوقاية ضد الكاتاراكت الجلالة. واخا حنا كنعرفوا بان الناس اللي كيكثروا من الفيتامين سي، اللي كيفوتوا 60 عام كيكثروا بفيتامين سي، كيشغلي لو ريسك ديال الجلالة كيطلع. ولكن هذاك الفيتامين سي سينتيتيك، يعني الفيتامين سي اللي غادي يشريوها الناس دواء، ماشي الفيتامين سي اللي في الفواكه. اذا دواء خاصو ياخذ كومبريمي، ياك خاصو ياخذ فيتامين سي. هذوك لي كومبريمي ما يكثروش منه، لان ماشي سي با فيتامين سي ناتوريل، ماشي مصنع. المصنع ماشي بحال. ولكن سبحان الله، هذوك الناس اللي كنخافوا الفيتامين سي على عينيهم، الفريز، الفيتامين سي اللي في الفريز كتوقيهم ضد الجلاله. لا كتعاون حتى هي كاع اللي فيه الفيتامين سي، كيكون قوي بمضادات الاكسده. دونك يقي ضد السرطانات، لان تلقى فيه واحد الليمون فيتوشيميك، الحمض الايلاجيك، لاسيد ايلاجيك. هذا لاسيد ايلاجيك لقاو به انه كيقتل الخليه السرطانيه الخبيثه. وقوي بزاف حتى هو باللوتين ولا زياكزونتين، هادو كنلقاوهم حتى في البيض. اللي مهم بزاف حتى هو فيه هذاك الاسيد الايلاجيك، كي طلع الكولاجين. بيسكو كيقوي الكولاجين، هذا الكولاجين هذا هو اللي كيعطي داك المرونه ديال لابو، داك الالاستيسيتي، كيعطي الشباب، تشبيب، كيشبب الوجه. نعم نعم، فوالا. دونك سي ان ايفي اونتيغيل. نعم. دايوغ الاخصائيين في التجميل كيعرفوا بان كيديروا به حتى دي ماسك. اييه تماما. دونك ها علاش ود هذاك الاسيد ايلاجيك، لان كيقوي الكولاجين. يعني هاد الماده هادي سواء اكليتيها ولا حطيتيها فوق الوجه كتعطي نفس المفعول. كتعطي المفعوليه، لان عاوتاني خاص بيان سور لا كونتيتي ما نكثروش منها. خمسه ولا 10 ديال الفريزه تبارك الله. راه في النهار يعني حتى المول السكر، لان اللي تلقى هو فيه الالياف، وهذوك الالياف ما كيخليوش السكريات يمتصها الدم بالزربه. دونك مالين السكر، وتلقات كاع واحد لي زيتيود، واحد الدراسات بان لا فريز هذيك مضادات الاكسده اللي فيها وديك الالياف اللي فيها كتعاون لي بوليفينول، كتعاون مريض السكري باش ينقص من السكر ديالو. ولكن ما يفوتش خمسه في النهار. حيت مالي السكر على سبا دكتور فنيش، كيسمعوا الفاكهه كيسمعوا الفاكهه خاصو ياكلها كيمشي كيدير ما بغا، كيولي كياكل غير اللي بغا. طيب اذا هادو مالي السكر ياخذوا خمسه حتى لسته ديال الحبات في النهار. بارك. لا ضرر ولا ضرر. ونولفوا واحد القضيه، الفريز مهم بزاف بلا ما نغطسوه في السكر، راه هو حلو هكاك. هذيك داك شويه ديال الحموضه اللي فيه، هذيك هي اللي حاجتنا المهمه. هذيك هي المهمه، هي المهمه، حيت الناس مولفين كيعرفوا بان راه بزاف كيغطسوه في السكر، راه ما كيبقى فيه والو. كينقص من المهم بزاف حتى هو معروف، كيوقي ضد امراض القلب، لي كارديوباتي. علاش؟ حيت كينقص من هذاك الالدال، ذاك الموفي كوليسترول، الكوليسترول الخايب. دونك وسبحان الله، هي لا فريز هي عامله بحال الشكل ديال القلب. اي تماما. كتنقص من الالتهابات اللي في المفاصل. دايوغ دارت دراسات في الهارفارد سكول في الولايات المتحده عند النساء اللي كانوا كياكلوا
16 فريزه النهار. هذه كانوا فوالا كانوا هكا تخدموها 16 فريزه. 16 فريزه ملي بدات الدراسه ولا 16 فريزه ملي كانوا صغار؟ ملي بدات الدراسه. لقاو بان لا سي بي هذا هو هذا الانديس هذا هو اللي كيورينا بان راه كاين التهاب كاين التهابات في في الجسم. نقص هذاك السي بي نقص بزاف طاح بزاف. لا الفريز ايضا كينقص من لا طونسيون كيطيح اللي عندهم الضغط ضغط الدم وكيعاون بزاف في الناس اللي كيتبعوا حميه لان احنا مازالين كنقولوا على القضيه ديال الالياف اللي فيه ومهم بزاف على الفولات والفيتامين بي اللي فيه عند المراه الحامل باش كانوا كتوقع ضد هذوك التشوهات الخلقيه اللي كتكون عند الطفل. طيب دكتور كيفاش ناخذوا كيفاش نحتفظوا به في الدار؟ شحال خاصو ديال المده مستقل عندنا عند الاستهلاك؟ هو ملي يتشرى الا غيتحط في الريفريجيراتور ولا يتحط في الثلاجه ما يفوتش يومين ثلاث ايام ماكسيموم. الا غيتحط في الكونجيلاتور لان الكونجيلاتور الى موان 18 في موان 18 في الكونجيلاتور كيقدر يبقى حتى عام. اللي غادي يخرج ناقص 18 ولكن ناقص 18 لان الثلاجه كلهم فيهم ربعه 4 دوغري 4 دوغري يومين ثلاث ايام ما نشريوش الفريز بزاف حيت هو دغيا كيخسر. هذا هو المشكل ديالو. دونك اللي غادي يستهلك في هذاك اليومين ناخذ داك الشيء اللي غادي نستهلكوا. يتكال هي النصيحه للفاكهه اون جينيرال ما نبقاو ديما كنقولوها هو ديما سيغ استوما فيد ديما المعده خاصها تكون خاويه خاويه. راه ما كيصلح والو الا كليناه مور الماكله بالعكس كيولي عاد كيدير المشاكل يحمض لان هو من عند الله سبحان الله اللي تروي كاملين سون ديجيرو نيفو دو غريل كيمشي كيتهضموا في المفران الصغير ما كيجلسوش في المعده حيت الناس كيعرفوا بان الماكله كلها كتجلس في المعده شي شويه عاد تهضم. اييه الغله الا لا يغرى ورينا الناس نذكر حتى في القران وفاكهه مما يشتهون هي الاولانيه ديما هي الاولانيه غادي ناكلوها يا اما واحد ساعه نهار قبل الماكله يا اما من ساعتين من ساعتين ولا ثلاثه السوايع من بعد خمسه سته العشيه هذه غادي تصلح لينا بزاف حتى للناس باش لينا راه كل ما كلينا قليل في الليل كل ما احسن وبيان سور ما نتعطلوش في الاكل بيان غادي نديروا واحد واحد الكوتي في العشيه غادي تكال شي حاجه ديال الفواكه حتى داك الجوع اللي كيبقى كينقص بزاف دونك الناس غادي تاخذ كاع مع ديك السبعه ولا ثمانيه ديال الليل غير شي صوبه ولا شي حاجه خفيفه ولا سوا كما كنقولوا ولا شي حاجه اييه وغادي يبقى واحد ثلاثه السوايع ولا اربعه السوايع غادي نعشوا راه ما يمكنش ناكلوا في 11 ونعشوا في 11 قسمين ما يمكنش. هذا هما اسباب الامراض لان ما حد الناس كتاكل معطله ما حد الامراض كتكثر. نعم الناس كانت كتعرف بان راه كتاكل بكري كتسالي بكري خاص لان خاص باش هو لا وجعنا ليلة سباتة لان غادي دار باش الجسم كيرتاح ما يمكنش يرتاح هو باقي خدام خاصو يوقف باش كيرمي عليه داك السموم ديالو. داكشي علاش كنهلكو مصارنا بكري وكنهلكو المعدة ديالنا بكري يعني قبل الوقت. والمشكل هو كنبداو نقلبوا على ادوية باش نقادو المصران راه الله سبحانه وتعالى هي نصيحة فماشي فما نتكلموا تكلمنا على الفريز غناكلوا الفريز بزاف تكلمنا على التفاح غناكلوا التفاح بزاف لا هي أهم حاجة ولا ديفيرسيفيكاسيون انا كل شويه 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 من كل حاجه خليت اليوم التفاح نقدر ناكل الفريز باش كان غنستافد من الماكسيموم ديال هاد الحوايج راه ما كاينش شي حاجه وحده هي اللي مهمه غناكل حاجه وحده غنولي لاباس عليها لا بالعكس يلفو ديفيرسيفي التنوع الغذائي كما التنوع الغذائي اهم حاجه هو التنوع الغذائي وفي الوقت ديالو ولا كونتيتي ما نبقاوش نكثروا راه الجسم ما محتاجش بزاف ديال الاكل. الجسم خاصو غير داكشي اللي غادي يستهلكو. رجعوا للفريز اليوم ولينا كنشوفوا الفريز على مدار السنه كامله وسؤالي دائما كنطرحه هو كتاكل الفريزه كتشوفها صاينه ولكن في المذاق ديالها بحال راها قديمه بحال راها دايره بحال الصابون هو دو فاسون الى تكونجلا لا تحط في الكونجيلاتور وخرجوا من بعد كيبان ماشي فريز ديالنا لان الفريز دابا هذا وقته هذا يعني الواحد يستهلكه بكثره هذا هو الموسم ديالو دابا عنده فان مارس افريل ماي تن ماي وصافي وسالينا حتى شهر خمسه طيب لان غيعطيه الدوايات بزاف هي اي حاجه دابا دو فاسون الناس كيشوفوا تبارك الله فريز كبير
الصوت البري ما كيكونش قد هادشي كل يوم. نعم. طيب دكتور فنيش كسؤال اخير، هو دائما كنسمعوا بان هاد الماده الغذائيه تقي من كذا، هذا تقي من كذا، هذا واش هاد الماده الغذائيه ولا هاد الفاكهه ولا هاد الخضره هادي واش خصني ناكلها وانا صغيره، ولا تا نوصل واحد 60 عام ونحس عندي هشاشه العظام ولا نحس بالجلاله ولا نحس عاد ناكل؟ يعني فين كاين الافاده اكثر؟ واش ملي نكون صغيره خصني ناخذ هاد الشيء ولا تنكبر عاد ناخذ هاد الشيء؟ الفائده هي احسن حاجه، الفائده لان الوقايه خير من العلاج. الفائده هي من الصغر، لان هو من الصغر الواحد كيولف الاكل. ماشي شي واحد وصل حتى ل 50 عام 60 عام كتبدا تقول له وكل شيء فيه ديال الفريز، يقول لك انا ما عمري ما كليتها. كل يعني فريز راه كيقي من الجلاله مثلا. كل فريز هو راه ما يمكنش. دابا حنا كنقولوا هو كيوقيد الجلاله، اللي عنده جلالة عاد عندنا ناكل الفريز. لا عاوتاني فقط لغي. ما يمكنش. هذه ديال الوقاية راه ماشي اللي عنده جلالة خصو يمشي يداويها. هي الوقاية هو كناخذ شوية 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 من نهار من الصغر. لان سيتان بلوك خاص الاكل يكون مزيان، خاص التنفس يكون مزيان، خاصني نتحرك ندير خاصني ندير شي شوية ديال الرياضة. ماشي حاجة وحدة زوينة، لان الدراسات كتقبض وكتخدم على الخليه ديريكتوم، كتقول لك ها الدراسات شنو ورات. ولكن راه سبحان الله الانسان الخلق ديالو معقد، مداخلين فيه بزاف ديال الحوايج، يقدر يكون غير مضطر واخا ياكل ليك يقدر يجيه مرض. دونك اهم حاجه هو هذيك الذات الانسانيه، هي باش ترتاح هو خاص تحس بان راك انت مهلي فيها، مهلي فيها كتاكل كتدخل لها شنو خصك تدخل لها. هو راه ماشي الوراء، كاع الناس غادي تقلق، غادي توقع هذا الشيء. خاصنا نبغيو راسنا دكتور هشام فنيش باش ممكن نقيو راسنا ونتهلاو في راسنا، نحبوا راسنا. واحد يحب نفسه. يحب نفسه راه ماشي تكبر، بالعكس. لان هذيك راه امانه عطاها الله. اكيد اكيد دكتور هشام فنيش، الله فيها. اكيد وشكرا لك بامانه انك تكون معنا كل صباح دائما على امواج اذاعه الوطنيه واللقاء المفتوح. دكتور هشام فنيش اخصائي في التوازن الغذائي والطب الطبيعي، الى لقاء اخر باذن الله.